جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اللقطة بالحرم المدني ما حكمها؟ اللقطة إذا كانت شيئا تتبعه همة أوساط الناس وهي في الحرم إنه لا يجوز أخذها والتقاطها إلا لمن ينشدها دائما حتى يجد صاحبها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فإذا كان يلتزم بذلك يعني يأخذها ويحفظها ويتعرف على أوصافها ثم ينادي عليها حتى يجد صاحبها فإنه يأخذها. نعم. جزاكم الله خيرا.